يعطيكم العافية، معكم سام شخم اي تي. اليوم رح نحكي عن اخر تشابتر دايناميك بروجرامينج. هلا دايناميك بروجرامينج ايش هتعرفه اذا بتعرف ريكيرجن؟ هو بس هيك زي اضافة على الريكيرجن عشان انت تضلكش ترجع تحسب نفس الشغلات مرة انه مرارا تكرارا. كم هلا هذا التشابتر هو فعليا حفظ، بيجي كثير منه بيضع دائرة. اوكي بس حبيت احط هيك اهم شغلات، اهم نقاط سن انه على السريع تمر عليها. هلا DP هو Optimization للجريد، زي ما حكيت لكم انه هو بس بحاول يحسن فيها من ناحية ايش؟ من ناحية الجواب. هل هو باخذ وقت اطول اوكي وتصميمه اصعب بس النتائج تاعته احسن. لو تذكر لما حكيت عن Minimum Span Tree واللي هي جريد، يعني كانت حكينا انت تضلك ماشي على Local Optimal احسن خيار لك هلأ تمشي عليه، ولكن هذا مش شرط يكون احسن خيار بشكل عام من بين كل الخيارات. كم هلا اذا بدك تلاقي احسن خيارات او احسن خيار من كل الخيارات بدك تروح لشيء زي دي بي دايناميك بروجرامينج. دايناميك بروجرامينج اساسها الريكيرجن وفعليا مينيمم سبان تري او عده من الالجوريثمز اخذناهم، وبالذات النوع الديفايد اند كونكر كثير منهم كانوا انه فيهم ريكيرجن. فبتقدر تتفاعل مع دايناميك بروجرامينج عشان تلاقي ايش هالأفضل. هلا باختصار الدي بي هو زي ما حكينا اوبتمايزيشن للشغلات او المشاكل الجريدي او نحلها بطريقه جريدي. استعماله للانفيشنت ديفايد اند كونكر. انفيشنت ديفايد اند كونكر شو يعني؟ مش حكينا ديفايد اند كونكر كثير منهم بيستعملوا ريكيرجن اوكي، ولكن المشكله فيهم بضلوا يرجعوا يحسبوا نفس الشغله. زي ما تحكي عن الفاكتوريال، فاكتوريال الخمسه بيساوي خمسه فاكتوريال اربعه، وبعديها ايش بتصير انت تضلك تكرر. او مثال لسه حتى احسن الفيبوناتشي، لو تيجي مثلا بدك تحسب خلينا نحكي فيبوناتشي الخمسة. فيبوناتشي هي مثلا يكون رقم هو مجموع الرقمين اللي قبله. مثلا فيبوناتشي الخمسة هو ايش؟ فيبوناتشي الاربعة زائد فيبوناتشي الثلاثة. طبعا هيك اربعة وثلاثة هم المواقع. السيكونس هي عبارة عن 1 1 2 3 5 8، فالخامس هاد يساوي هاد زائد هاد. اوكي فهلا فيبوناتشي الأربعة هو عبارة عن فيب الأربعة هو عبارة عن فيب الثلاث زائد فيب الاثنين. أنا بس هيك بختصر فيبوناتشي اثنين، وهتحسب هاد وهتكمل على هاد. اوكي بالآخر إنه بتصير ترجع واحد. هلا وين الفكرة؟ إن أنت هون فيبوناتشي الثلاثة انت هتحسبه لما تلاقي فيبوناتشي 4 صح؟ بعديها لما ترجع فيبوناتشي 3 اذا كنت بس تستعمل ريكيرجن عادي هترجع تحكي بدك ترجع تحسب فيبوناتشي 3 من اول عن طريق القاعده، ولكن لو كنت تستعمل دي بي كنت ببساطه هتحطه بمثلا اري او ليست هتحط ناتج فيبوناتشي 3 وترجع مباشره. فهيك استعملت وسع وهتحتاج ايش اسمه؟ تحتاج استعملت وسع اكثر على حساب ايش؟ انه تلاقي تختصر على حالك وقت. هذا نمط من الدايناميك بروجرامينج. النمط الثاني اللي نحن حنتفاعل معه اكثر اللي هو لما بدك تلاقي جلوبال اوبتيمال. اوكي اللي نحن بهمنا اكثر اللي هو بلاقي الجلوبال اوبتيمال. هلا هذا حياخذ وقت اطول. ليش؟ خلينا ناخذ مثال زي هيك. هلا هون عندك S A B C E D E F و X. الويتس هم 10 8 5 11 2 10 5 30 20. هلا لو بدك تمشي على مينيمم طريقة المينيمم سبان تري كم؟ انه انت تبلغ تكون باللوكال اوبتيمال ماشي، او مش مينيمم سبان تري، لو بدك تمشي على طريقة اللوكال اوبتيمال كم؟ حتروح انت 110 8 و5 حتروح ايش؟ ب 5 ل سي، وبعديها حتنفش الى طريق واحد ب 10 ل اف و 20 ل اكس. هي مش من المسبات، هي طريقه اللوكال اوبتيمال. هلا على هيك حيطلع معك القيمه حتطلع معك 40 كم، ولكن هذا فعليا مش احسن طريق. خلينا نحكي اوكي مش احسن ناتج، او يعني احسن ناتج اقل ويت. لو تروح مثلا جربت هذا الطريق بالنص حتحكي 28 10، قديش بيطلع هيك؟ 30 سوري هذا 35 كم؟ 8 و2 10 و30 بيطلع 40، لا لسه اسوء من 35. ولو جربت الطريق اللي فوق 10 و11 21 زائد 5 26 كم؟ هلا كجلوبال اوبتيمال هذا
مثلا لو انت هذا التقاطع انت واقف عليه وهنا المكان بدك توصل له وهدول التقاطعات او طرق بينهم. كم هلا هذا مبين افضل بكون سامي مش مبينه هذا اللي ببين افضل. كم فانت رحت ووصلت بوقت معين مثلا 35، بس لو انت بتعرف قديش كانت ازمه الطرق بشكل عام ومثلا كنت تستعمل جوجل مابس، جوجل مابس ما يحطيك هذا، هيعطيك هذا، لانه مع انه هذا العشرة اكبر من خمسة الا انه الطريق الكلي قديش باخذ 26 والاقل من 35. ف الطريق الجريدي بشكل عام بتستعمل لوك او بتمشي على طريقه انه اللوكال اوبتيمال، ولكن مش دائما بتعطيك جلوبال اوبتيمال. فدايناميك بروجرامينج بفيد هاي الشغله. طبعا على اساس بيمشي هاد على او يعني متى بتستعمل دايناميك بروجرامينج؟ لما وبثلاث شروط هدول بيجوا ايش بالمالتيبل تشويس. اولا سمبل سب بروبلمز، انه حل المشكله او يعني عشان تحل المشكله بدك تحل مشاكل اصغر منها. الثاني اوبتيمال سب ستراكشر، انه انت عشان شو اسمه اوكي السيمبل سب بروبلمز انه المشكله تتقسمها لمشاكل اصغر اوكي بنفس الصيغه. الاوبتيمال سب ستراكشر هو انه حل المشكله عشان تطلع ناتج للمشكله الكبيره لازم تطلع ناتج للمشاكل الاصغر. واخر واحده اوفرلابينج سب بروبلمز، انه في مشاكل بتتكرر وعشان هيك بتحطهم مثلا عند تيبل. عشان هيك بالدايناميك بروجرامينج بتستعمل البرمجه بتقدر ايش تستعمل مثلا زي اري او بغض النظر اي داتا ستراكشر عشان تخزن قيم وخلاص ترجع تستعملها بدل ما ترجع تحسب من اول وجديد. هلا شغله ذكرها principle of optimality، بسالك works on او من احد الخيارات او which is true عن دي بي بتحكي ايش بكون واحد منهم بيشتغل على principle of optimality. كمان شغله دايناميك بروجرامينج عاده الالجوريثم تاعونه بيكون لهم بولينوميال كومبلكسيتي. بولينوميال هو عديد الحدود، زي مثلا 5 ان تربيع زائد 3 ان زائد 7. كم فلما تحاول تلاقي جلوبال اوبتيمال عن طريق الدايناميك بروجرامينج بانه تجرب كل الحلول، هذا حياخذ حكينا وقت اطول. فهي بتكون بولينوميال كومبلكسيتي اكبر شوي من الجريدي. هلا بالدايناميك بروجرامينج احيانا على النمط اللي بتاخذه بالبرمجه حيسوي تابيوليت للفاليوز، انه بخزنها زي تيبل اري اللي بدك اياه، فبتصير خلاص بس ترجع مباشره قيمه بعد ما تحسبها اول مره. اذا بدك ترجع مره ثانيه خلاص بس ترجعها مباشره مش تعمل ريكيرجن. حكينا عن هاي. اوكي دائما حتلاقي جلوبال اوبتيمال، دائما حتلاقي جلوبال اوبتيمال، يعني لو صرت لو جربت دي بي على هاي دائما حيعطيك هاد. كم يمكن يعطيك هاد او هاد، لانه بهالحالة بهذا النمط هجربهم كلهم ويعطيك ايش يخزنهم طبعا ويعطيك الاحسن بينهم. هلا في تو ابروتشز اللي هو باكورد وفورورد. ببساطه انت عند اي وقت اوكي او بشكل عام لما تفكر بالخيار عشان تفكر في طريقتين، في باكورد وفورورد ابروتش. الفورورد انه تختاره بناء على او بتطلع على الخيارات اللي قدامه، الباكورد بتطلع على الخيارات اللي ورا. هذول بس انه بتذكرهم باكورد وفورورد. باكورد بتطلع على الخيارات اللي ورا بناء عليهم بيختار وين يروح هلا، فورورد بتطلع على القدام وبناء عليهم بيختار وين يروح هلا. كم بالنهايه ايش اسمه الجريدي هو بيجي بالدائرة هاي. الجريدي بيكون توب داون بينما الدي بي بوتوم اب، انه بيروح لاصغر مشكله ممكنه بحلها وبعديها بصير يرجع بجرب كل الحلول. وحكينا بجرب كل الحلول كثير سيكونسز فعليا بس هيك، ويعطيكم الف عافيه.